وبركة الله متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان. تتواصل الانطلاقات الصباحية، نتواصل بتواصلها وانطلاقات هذه السباق التي تشارك اليوم في سباقنا المحلي الخامس وفي أول أيام هجن أبناء القبائل، حيث كنا في يوم الأمس مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في فترتنا الصباحية والمسائية مع سن الحقائق واللقايا، واليوم نبدأ مع هجن أبناء القبائل في هذا الحضور المميز بهذه الأعداد الهائلة. نتابع هذه الانطلاقة الثالثة عشر ضمن الانطلاقات الصباحية، نعدكم إن شاء الله في الفترة المسائية بالأشواط الرئيسية وأشواط السيارات. 15 سيارة في الفترة المسائية إن شاء الله ستكون حاضرة، وسنكون بإذن الله تعالى حاضرين متابعين على الهواء مباشرة لهذا الانطلاق. نبدأ مع هذا الشوط الخاص بالإبكار مباشرة إلى خطيرة على المركز الأول، ملكيتها لعبد العزيز بن حمد بن عتيقة البريد المري مع المركز الأول ومع الصدارة. دروب على المركز الثاني علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد في المركز الثالث الواعية محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. المركز الرابع نتابع حضور هواي العبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري. على المركز الخامس أو الرابع، المركز الخامس رقم 43 وهي شقرة لسلوم بن الصغير بن وني الوهيبي. هذه النتيجة الأولى متابعينا الكرام على هذا الحضور وهذا الانطلاق. نتواصل بتواصل هذا الانطلاق. يا سلام، نتابع خطيرة خطيرة الخطيرة المنطلقة، أول المراكز معها، أول المراكز مع خطيرة، وموقعها خطير ومثير ومستهدف. يا سلام، عبد العزيز بن حمد بن عتيقة البريد المري. الله، شوفوا المركز الثاني، شوفوا شقرة على المركز الثاني. سلوم بن الصغير بن وني الوهيبي غيرت بدورها إلى المركز الأول، أحد شعارات أشقائنا وإخواننا القادمين من السلطنة. مرحبا بكل الضيوف الحاضرين، مرحبا بكل المشاركين، مرحبا بكل الفائزين. الله، الوهيبي 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 على المركز الأول، أبناء السلطنة مع المركز الأول، البريدي مع المركز الثاني مع خطيرة عبد العزيز بن حمد بن عتيقة البريد المري. ولكن العودة إلى المركز الثالث، إلى المركز الثالث شرف عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران. على المركز الثالث شعاره منطلق مندفع. المركز الرابع الشامية سلطان بن يعقوب السعيدي، ولكن عودة إلى الوهيبي، الوهيبي الوهيبي، هذا الاسم الخطير، الوهيبي على المركز الأول مع الصدارة، مع المركز الأول. ينطلق 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 يا أبو مبارك، هنا انطلقت في هذه اللحظة، انطلقت شقرة سلوم بن صغير بن وني الوهيبي مع المركز الأول. الله، سلام للسلطنة، سلام، ناموس صباحي، ولا أروع ولا أحلى ولا أطعم من هذا الناموس بالشحانية. يا سلام، على الهواء مباشرة إلى السلطنة، إلى السلطنة، على فوز شقرة بالمركز الأول. تهنئة لأشقانا بالسلطنة على فوز شقرة بالمركز الأول، تهنئة لمالك شقرة. سلوم بن صغير بن وني الوهيبي المركز الثاني. المركز الثاني وصلت الشهنية لمانع بن محمد بن مانع الرزق اليامي. المركز الثالث وصلت بالمركز الثالث شرف عبد الله بن مسر بن علي بن سفران المري. المركز الرابع، المركز الرابع تصل بالمركز الرابع العنود عبد الهادي بن علي بن عجلان آل بريص المري. لله العظيم
المركز الخامس، المركز الخامس نمبر 7 تيما لمحمد بن جاسم بن ابراهيم بن ماجد المالكي. التوقيت الزمني لحظة وصول شقرة 4:29، 9 اجزاء من الثانية. تهنئة للسلطنة واهالي السلطنة، اخواننا واشقانا واحبانا هناك، نهديهم الناموس الصباحي على فوز شقرة. تهنئة لمالكها سلوم الصغير بن أني الوهيبي على هذا الفوز. 4:37، 8 اجزاء من الثانية. صاحبة المركز الثاني الشهنية لمانع بن محمد بن مانع الرزق اليامي، تهنئة للمملكة وأهالي نجران. 4:38، 4 أجزاء من الثانية. وصلت بالمركز الثالث شرف لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري.